إيدي بإيدها لنحل المشكلة. بتعرفي شو أليشا؟ وقت العيلة بتوقف مع بعضها، وقت بيتشاركوا أفراحهم وأحزانهم وكل همومهم، وقتها بس ما في شي ممكن يفرقهم ويكون أقوى منهم. وهذا يلي أنا بحبه بعيلتنا، صح أكشات؟ ماشي. وشغلة تانية، إذا بدك تبقي إيجابية وسعيدة طول الوقت، لازم تخلي شي واحد ببالك وما تنسي. بتعرفي شو هو؟ لازم تتأكدي إنك أنت الأفضل، وهيك بتقدري تتعاملي مع كل شي صح. ممتاز أليشا، رح تشوفي كيف رح نعلمه درس لفيكرانت ما ينساه بحياته. من ست العيلة لنوصل للحفيدة والكنة، رح نعلمه درس إنه نحن الأقوى. استني وشوفي، فيكرانت مفكر إنه ممكن يهيننا ويقدر علينا قدام الكل بإندور، بس استني وشوفي كيف. أنا رح أقلب الأدوار وأتركه مصدوم على الآخر. لحظة، استني استني، قوليلي شو مخططة هالمرة وشو ناوية تعملي من وراي؟ وعدكن ما أعمل شي، هاي خطة سبق وخططت لها منيح وحابكتها على الآخر. استنى وشوف، فيكرانت رح يسود وشه هلأ قدام ضيوفه اللي بيحبهم. أنا واثقة فيكي جدان. أصحاب البيت هون، وضيوفنا قربوا يوصلوا، بس الخدم مو مبينين على الساحة. من وقت ما صاروا خدم عنا صايرين كسلانين كتير ومو شاطرين أبداً، ما هيك؟ وين الكل؟ مرحبا، نحن هون فيكرانت. شوفي يا رفتي، شوفي شوفي هالمنظر الحلو، تفرجي وفرحي قلبك. يلا لهون، أهلين فيكن، وأخيراً فضيتوا إجيتوا لحتى تبلشوا شغلكن. شو؟ لتكونوا لقيتوا التياب ضيقة عليكن؟ ما بتهمني التياب، بكفي إنهم يعرفوا مكانتهم. معلش أكشات، من شيف كبير لخادم كبير. ما بعرف شو رأيك، بس أنا برأيي إنهم مناسبين ليكونوا خدم لإلنا. دورغا، تعرفي شو؟ كنت عم فكر إنه خليهم يلبسوا الليلة مزيج من الأحمر والأسود، بلكي احتجناهم المساء، ما رح يكون عندهم وقت يغيروا، ما هيك؟ لأنه عنا شغل كتير يا دوبي لحقوا. خلصنا فيكرانت، أنت عامل حفلة كبيرة مثل هاي ولسه مهتم فينا نحن وبس، لسه عم تحكي عنا كل الوقت. لازم تهتم بضيوفك وبالتحضيرات كمان.